السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله بالحاضرين والمتواجدين معاي <applause> <عليه>. ما <ماضي> <applause> هلا آه خلفان كبا آه. ناكبا ما اعرف منى بيكو شخباركم رجعنا للكندراي يوم واحد يحر من داخل افضل شيء تشربه شيء بارد فانا كندراي مشروب المفضل اللي هو كريم سودا كندراي هذا اخباركم طيبين ان شاء الله انزل شوت مي تفضلوا شو من اسئله عندكم تقدر تقولونها ايوه يقول لي شكلك مصدوم يعقوب يعقل يا قلب شيء اسمك مصدوم تعودنا على الصدمات عادي هاي دي اي 6 بي هلا اول سؤال حاب اعرف جوابه تفضل يا لقمان اخي الله يعطيك العافيه بس سؤال القرده لها دور كمان صورها مشاهد تحت الماء في الفيلم محذوفه عن يا اخي لقمان باختصار شديد انا يمقت وقايل هذا الكلام ان اول ما شفت البوستر فيه قرد هني بيت اخاف بيت اخاف من الزحمه اللي فيها الفيلم نحن دائما نكتب سيناريوهات افلام او نشتغل على السينما يكون عندنا كذا تشابتر يوم نزيد بالشخصيات ونزيد بالامور هذه فتكون هناك في مشكله فهذه المشكله يوم يسوونها بوليوود تزيد المشكله الى حاجه اخرى والحاجه الاخرى هذه تودينا لداهيه وتودينا لمتاهات ما لها اي داعي وتضيع المخرج وتضيع المنتج وتضيع كل الناس اللي اشتغلوا معه وهذا اللي صار في هذا الفيلم مرحبتين آه آه روف مرحبا ركفاس فاس ليلام ليلام على شو ليل اه فيلم فيلم اه اتش ام فايف تو فور سي اه فايف فور تو سيك ما فهمت سؤالك والله هل عندك سؤال الفيلم زيرو حجزته لحد تحسفت لحد عاد دان الله يعينك بس زين انت حظك زين بتروحين تشوفون الفيلم هذا وانت عندك توقعات زيرو نفس العنوان فبتستنت... ان شاء الله تستمتعين مع الفيلم يا قلبه يضحك للاسف شاروخ صدمنا يا والله اي اهون بين فيلم الخانات السنادي الحين هو موضوع اهون هاي نفس السؤال اللي كانوا يسالون يسالوني قبل من فيهم الاسوء ردينا مره ثانيه مين في هذا السيئين يعني تقدر تتحمله يا اخي خلاص السيء انا ما اريد اتحمل ابى اشوف شيء الجيد يعني انا بروح اروح الدكان بحصل هذه الريمبو ابو قوس مكتوب عليه هذا راح ينتهي تاريخه بكره والثاني بينتهي بعد بكره والثالث بينتهي بعد اسبوع كلهم بينتهون في وقت قريب وفي عندي ريمبو صالح لمده سنتين اخذ هذاك احسن لي ليش انا قاعد اعور راسي مع الثلاثه هذه فكلهم سيئين إذا <applause> هذا السؤال يعني أي أهون منهم بس راح تعرفون من من التقييمات أنا عندي تقييمات موجودة في الإنستغرام في ريس أعطيته اثنين وريزيرو أعطيته اثنين وتاجز أعطيته واحد ونص بس مو أنا يعني رأيي أنا هذا يعني بيكون الصحيح في ناس عكسي في ناس يقولون لك يقولوا لي مثلا ريس أسوأ من تاجز أو العكس وفي ناس بتقول الحين زيرو أسوأ من تاجز وتاجز يمكن أسوأ من زيرو على حسب كل واحد على حسب رايه بس انهم سيئين في نهايه الامر انا بالنسبه لي زيرو تحت المتوسط بدرجات شنو شاروخان اليوم يا والله شلون شاروخان استاذ حمد هل تعتقد بان النص الثاني ما كان قد قد توقعت شاروخان بهالشيء انا ما توقعت منه دوشه انا عندي مشكله مع افلام شاروخان الاخيره اكثر افلام شاروخان تنتهي نهايه غير جيده وغير صالحه انها تكون مناصفه مع البدايه القويه اللي صارت سواء كان في فيلم فان يعني او نوعا ما شويه مثل ما تقول فيلم رئيس بس هاي مشكله افلام شاروخان الاخيره فانا سالت سؤال في الريفيو مالي وسالت سؤال عشان انتم تفهمون شو قصدي في هذا السؤال اذا وصل لهم او وصل لاي انسان قريب للسينما هل شركه الانتاج ريتشيليز تتدخل وأنا عندي شك تقريباً كم بالمئة فوق الستين بالمئة أنها تتدخل ما معقولة إمتياز لي من مخرجين الجيدين في صناعة الأفلام الرومانسية يخفق في فيلم جبهاري ميس سجال مع ملك الرومانسية شاروخان ليش يخفق معه هل هو اللي أخفق السيناريو ما لا أخفق ولا في تدخلات من ريتشيليز رجليز مسوت فيلم فان الجزء الأول كان ماشي صحيح مع المخرج ريتشيليز عفوا ما كانت آه يعني داخله بس داخله في الانتاج تقريبا مبدئيا مع يشراج في تدخل صار اكيد الجزء الثاني، الجزء الثاني صار, صار بايخ بالفيلم. فيلم آه دلواله هو محطم من البدايه الفيلم بس انه ممكن كان فيلم يكون درجه التسليه فيه عاليه جدا، تخلي الكوميديا فيه طاغيه. من غض النظر عن الاكشن ما اكشن كان ممكن الكوميديا يحولونه فيلم كوميدي روح الشتي شاطر في الافلام الكوميدية كيف يخفق في الكوميديا اللي موجودة في فيلم دلوالي ريتشل تدخلاتها انا في رأيي شخصي مخربة لا تلاحظون فيلم زيرو آه، ماشي بنمط جيد كان بعدين الجزء شض... الثاني آه، راح في متاهات غريبه تتذكرون هذه الاشياء يسويها شاروخان في افلام كثيره مثل فيلم الم... فيلم ماي خان هو عنده توحن ومريض بس كيف يروح ينقذ مدينه والامور هذه اوكي مشت ذيك الايام ذيك الايام شويه هوس شاروخان وعمر شاروخان وقوه شاروخان وعدم وجود اليانغستر ذيك الايام مشيها لكن الحين ما راح تمشي انه لازم انه هو يقدر يعمل كل حاجه لازم يكون اول ان ون يعني لازم تعمل كل حاجه لازم تعمل سندويتش تحط فيها دياي وبصل وسمك وبيض وجبن وجام وعسل وفول وحمص وسلطه ونخي وكل حاجه وتاكلها وتشرب معاها كندرائي يا اخي ما يصير تسوي كل شيء ما يصير تسوي كل شيء امشي على خط واحد خط واحد هو اللي راح يمشي فيلمك لامان هذه الإشكالية اللي ما قاعد أشوفها مع أفلام شاروخان الأخيرة. وخاصة هذا الفيلم زيرو شاروخ خل... يا يا قلبه شاروخان خلاص انتهى عصره وهذا الشيء اللي هو نفسه مش مقتنع فيه خلاص انتهى زمن شاروخان. والله أنا ما أعرف شو أقول يعني. ما أعرف شو أقول في هذا الكلام يا قلبه أنه هو هي النهاية باينة من زمان باينة من فترة من كم سنة. من فتره دلوالي او نوعا ما قبل دلوالي بشويه باينه يعني هنا عندك خطوه يعني صار ما لازم تكون عندك يا شاورخان انك تغير خلاص تغير مجرى اختياراتك للأفلام تغير نوعيه الافلام اللي تسويها حتى لو انت قاعد تختار دور مختلف بس انت قاعد تسوي نفس الشيء اللي قاعد تسويه في افلامك المعتاده دح مو وف... دموع فهد شيء كذي مكتوب اسمك سوري يا اخي الناقد ترى اشك انه ضد شاروخان ويدفعون له مو معقول تقييمات السيئه لافلام شاروخ حتى ديف داز معطيهم دي اثنين من خمسه ايش رايك بهالكلام؟ انا ما اتفق معك بهالكلام بالعكس ترى ادرش من المحب من العشاق لشاروخان ايام فيلم اوم شانتي اوم كان هو جالس في صف شاروخان ضد ديف ضد ساوريا ذيك الايام في سنه 2007 أه ما كان مع ساوريا مع أنه كان المخرجه كبير سنجليلا بنسالي وكان أه تو طالع من فيلم بلاك فيلم بلاك كان كبير بس هو كان مع شاروخان فمن ذيك الايام هو مع شاروخان يعني ما عنده اي مشكله مع شاروخان خان هو بالعكس والتقييم ماله صحيح على فكره الفيلم هذا أسوأ سنة الخانات الثلاثة مختار تمنيت اعد شاروخان بصدمه وخيبه دوشه، الفيلم مو سيء لهالدرجه فيه عيوب كثيره ولكن ممتع بس النص الثاني. شوف دكتور احمد انا قريت تعليقاتك نفس الكلام تقوله على عيني وعلى راسي انا ما راح اجادلك بس مهما كان شاروخان مش طفل صغير. شاروخان مو ممثل توه في بداياته او واحد جديد دخل على السين من هنديه صار له سنتين. ويمثل هذا الدور ينقال له اوكي مو مشكله فيلمك يعني كان في عيوب بس كان جيد ومشيناها شاروخان خان في مرحله لازم هو يختار فيلم جيد الغصب عليه يكون فيلم حلو آه مو علشان بس انه هو صار له فتره طويله في السينما عشان عنده معجبين بالملايين في العالم عشان خاطر هذا لازم يصنع لهم فيلم جيد ما يروح يقص عليهم يعملهم فيلم مثل هذا هذا فيلم سيء في نهايه الامر مقارنه بالمقاييس الموجوده بعمر شاروخان، بمستوى شاروخان، بنجومية شاروخان، هذا يعتبر فيلم سيء، سيء جدا. بيكو مشكلة بعض الأفلام بوليوود، السكند هاف أعطينا رأيك عن كلامي. والله مشكلة بيكو أكثر الأفلام، السكند هاف نعم، هذه هذه مشكلة موجودة من الأزل، من زمان موجودة هالمشكلة، مش الحين يعني، وهذه مشكلة سببها الرئيسي الإطالة، الإطالة أنت بخلاص إذا فيلمك أصلا راح ينتهي بعد ساعة ونص، لا تقعد تشطر. على البوكس اوفيس تشطر على الناس وتشطر يقول لا يا اخي لازم يكون فيلم طويل لان هذا هندي وهذا اللي يعجبوني آه الافلام اللي اللو بجت هذول قوم اي شوان كورانا ولا فيلم شوب مانجل سافدان تتذكر تعرفون كم مدته كان؟ ساعة و40 او تقريبا 35 دقيقة بسرعة خلص الفيلم بين استراحة صار ساعه واربعين دقيقة بسرعة خلص الفلم. ما في اطالة ما في بطيخ ولا اي شيء عادي ونجح الفيلم مو شرط يعني لازم يكون فيلم ساعتين وشويه عشان الجمهور ياي تعبان يبي يرتاح ينام في السينما يبي يريح يبي ياكل يبي يروح الحمام يبي يرجع يشوف اغاني لا لا هالكلام هذا كان ايام قبل الحين لا طلع من السينما يروح يتمشى يروح مكان ثاني بيشوف فيلم ثاني ما له داعي يعني الفيلم مو سيء محمد ليش المبالغه زيرو افضلهم شكرا يا محمد هذا رايك طيب أخي كهنود معقول ينجح لكمان يقول هالكلام والله أنا ما أنا أشك في نجاح فيلم زيرو. كهنود وك وكغير هنود ودائما نحن آه نقول على الهنود ما عندهم ذوق ما، أوكي في هنود ما عندهم ذوق بس في هنود عندهم ذوق يعني. وإذا ما كان عندهم ذوق كان أنتهتون ما بينجح. بدايو كان ما بينجح. آه ستري ما كان بينجح. إذا ما عندهم ذوق يعني. لا تنسون أن في أفلام نحن نزعل مثل تمبار. مثل فيلم مانتو ليش إن اصلا نعرضه في قاعات بسيطه انت روح روح الهند راح تشوف انه معروض في عشر قاعات مثلا وكل قاعه تعرض لي عرضين فانت اكيد ديك الساعه شو بيسوي الهندي اصلا هذا عشان يضخم من انتاج او يضخم من بوكس اوفيس الفيلم ما بيقدر يسوي شيء فلذلك انا يعني اشوف زيرو راح يكون في على اولا مشكله وورد اوف ماوث مثل ما صارت مع تاكسي فندستان هندستان تاكسي فندستان داخل عمالقه يعني وما نجح وشو اللي بينجح زيرو اريد انا هل بينجحها الاجازه طويله من الكريسماس؟ لا بالعكس جاي فيلم بيكسره فيلم رمفير هذا الفيلم حتى لو كان سيء بعد بيكون ايراداته عاليه يمكن عمر <applause> جمال استاذ عمر جمال هلا كيف حالك عمرو جمال مخرج فيلم عشرة ايام في الزفه ما شاء الله عليك مع أنا موجود هنا الفيلم اليمني اللي سوى ضجه صراحه في الامارات عندنا فطوم 1919 آه بس آه باسم البلوشي معانا ايوه آه ما قدر اقرا دبل اي دبليو اي 37 فطوم نور الله ينور ايامك آه فاطمه آه الشحي الله يحييك ناهد القريشي آه باسم عبد البلوشي يقول لي فيلم ضعيف من كل النواحي الفيلم زيرو بمعنى الكلام بمعنى الكلام اوكي بينج ثريت أميرة زيزو خلفان خميس الفيلم سيء ما في شيء جديد نعم بوليوود أرب أزفت سنة الخانات النحس هي مرة تصير ومرة يعني تصيب هاي تصير هالاشياء هاي بس ترى كل شيء له وقته اذا الواحد ما تعلم الدرس من البداية اكيد راح ينضرب مرة الاولى مرة الثانية مرة الثالثة هذه الاشكال اللي قاعد تصير اما انا لحتى الان استبعد عامر خان، عامر خان يكفي انه هو اعتذر للجمهور مع انه هو ما في داعي يعتذر يعتذر للجمهور يعني لو تبون صراحه يعني هو خلاص ادى ادى فيلم وانتهى راح يصلح الغلطه طبعا فيلم ثاني بس اعتذر للجمهور وقال انا بكل قوه يعني قال هذا الفيلم انا اسف جدا اني سويت يا جماعه الخير او اني مثلته هل تتوقعون شارخان بيقول هالكلام؟ شاروخان خان ليومك هذا ما اعتذر على فيلم فان ولا اعتذر على ولا سلمان خان سلمان خان اللي فيلم تيوب لايت ليومك هذا يعتبره فيلم ناجح اي كيف يسالونه يقول كيف زين الفيلم ياب 105 وخمسة... كيف يوم 135 كرور وتقول عليه فيلم فاشل حتى فيلم ريس حتى فيلم ريس يقول اوكي انت تقول عليه فاشل بس الفيلم ياب فوق ال 100 كرور هذا مو كلام يا اخي خليك شويه منطقي مع الجمهور اه صار هذا شاروخان ممل تقول آه باسم يقول هالكلام خلفان أه نجو العتيبي هلا بيك اين هاي أه بوليوود عرب ليش لان القصه المحتوى بيكون زفت عاد هو زفت ما شو اقول القصه والمحتوى ترى انا قاعد اقول اند ال او امتيازة لي هذا مخرجين كبار مخرجين يعملوا افلام جيده وحتى لو فيلمهم يفشل بس ما ينقال عليه فيلم سيء فعلا فشل هو في البوكس اوفيس لكن الفيلم كان جيد فهمت علي يعني حتى امتياز لي فمو معقوله يعني مع شاروخان يصير هذا الشيء فلذلك انا سؤالي هل شاروخان خان خلينا شاروخان خان الشركه مالته اللي تديره غوري خان زوجته والناس اللي يشتغلون معاه هل يتدخلون في السيناريو؟ لان شاروخان اعترف وقال بعظمه لسانه قال انا مرات ما اقرا السيناريو مرات يجيني المخرج يشرح لي وانا خلاص اشوف طريقه شرحه احب الفيلم وخلاص امثل فيه زين شركه الانتاج هالضخمه هذيلة ما يقدرون السيناريو ما يقدرون يتدخلون او انهم يتدخلون ويخربون في السيناريو انا هذا سؤالي ترى آه دكتور احمد الممثلين امتعونا كثيرا وادوا ادورهم بشكل رائع لكن يبدو ان في تدخلات آه خربت على القصه اوكي الكتابه سيئه بوليود آه ناهد غريب استاذ حمد واضح من التريل أنه مو بالمستوى بس انت مدحت تريل مع انه كله مكرب بالعكس انا التريل عجبني اليوم هذا انا اعترف ان سبعين 70 60% عجبني انه في شغلات اوكي ذكرتنا باشياء حلوه ذكرتنا بشاروخان والاسلوب هذا اوكي انا بأ... انا بمشي على فكره انا رحت السينما وحاط في راسي اني راح اشوف شاروخان خان ما الايام قبل الافلام القبليه سواء كانت الوالد هنا جانجي ولا كان فيلم كبي خشي كبي غم ولا كشكش هو تايا. راح اشوف هذا الشاروخ خان اللي راح اشوفه حتى لو هو مثل دور قزم حاط في بالي وقاعد استمتع أنا استمتع لكن في متاهات دخلنا فيها بشكل مبالغ جدا وغير منطقي ما تقدر تمشي كل شيء هذا ذيك الساعه خلاص يصير صعوبه عندك فهذا مبالغه مبالغه كبيره ان القزم يسوي كل هالاشياء مبالغه ما بعدها مبالغه يعني يكفي وشاروخان خان انت ريال مو صغير مو نونو انت مو بعدك تقول ما ما مو بصغير انت انت تقدر تقول حق الـ حتى الـ اللي يكتب السيناريو يقول لا هذا غلط كيف اسوي هذا الشيء؟ كيف اوصل لهذه المرحله؟ يكفي انا سويته في كذا فيلم بس الزمن هذا ما يمشي ما يشفع لي هذا الشيء، الزمن هذا زمن تشوفون الافلام اللي قاعد تصير في سنه 2018 2017 ولا 2016 الافلام خير اللي قاعد تنجح افلام مختلفه يعني تغير الوضع ليش ماشي على نفس الوضع؟ فهذه هاي مشكلة شاروخان أنا أقولها أولاً وأخيراً. لقمان بوليوود بعد بعيد عن القصة، كم تعطي قوة أداء شاروخان؟ أعطي زيرو، مثل عنوان الفيلم، ليش؟ لأن هو قاعد يسوي نفس الشيء. يعني أنا بشغل على قناة يسمونه مباراة قاعد أشوفها. وهذه المباراه من افضل مباريات حياتي منتخبي جاب فيها خمسة صفر اقعد اشوف كل شهر مثلا امل لا بشوف الاداء هذا في مباراه ثانيه بطريقه اخرى بطريقه جديده انا قاعد اشوف نفس الاداء ما شاروخ خان. شو اللي بقال... كيف بقيم اداء الحين اداء قوي وهذا هذا اداء نفس الاداء نفس الاداء نفس, نفس شاروخ خان اللي نحن متعودين عليه وين القزم اللي نحن نبي نشوف معاناته هذه هني كرؤيه فنيه نحن نقول عليها زيرو ما في المعاناه القزم مش موجوده، انا قاعد اشوف رفاهيه، حياه رفاهيه ويقدر يسوي كل شيء كانه يسوي اللي يسويه الانسان طبيعي وما ادري كيف ما شفنا يا ريت لو جابوا الفيلم هذا بشكل معاناه بشكل انساني بشكل ارت راح يطلع فيلم وايد حلو بس للاسف أيوة كي دي اي اكس KDIXF59 ناين ماني فاهمة الناس ليش حاطة اللوم على شارو رغم ان النقاد سبوا السيناريو البارت الثاني فقط ولما يقيموا الشيء. شارو خلنا سيء بالعكس امدحوه وحتى ترى قال اذا في احد يستحق بلوك باستر فهو شارو وليس الفيلم عاد هذا رايهم انا قاعد اتكلم عن رايي دلال زهرة كي اكيك كلثومي جابر اوكي نجو العتيبي صدمني والله كان عندي امل فيلم حلو وايدين انصدموا وانا واحد من الناس المصدومين ترى تي في شات اخوي حمد عفي احفظ البث ان شاء الله كلثومي مرحبا استاذ حمد احييكم مزيد من التقدم اشكرك يا كلثومي بيكو هل تعتقد ان نهضة الشباب السينما الهندية هاي دايما هذه هاي. هاي سنة الحياة يا بيكو هاي سنة الحياة فترة دليب كومار دخلوا شمي كبور فترة شمي كبور دخلوا درم درمن درجتين دراجش كان وميتا بجن فترتهم بعدين دخلوا الممثلين اللي جاوا بعدهم في الثمانينات سواء سنجدات سندي ولا الكبور فترتهم هذيلا بعدين دخلوا ناس اخرين اللي هم قوم شارخ خان خان وامر خان واكشي كومار وسوني جيتي بعد كان بعدين طلع طبعا جدا. من بعد هذه الفترة بعد دخلوا ناس ثانية يعني هذه هاي سنة الحياة هاي سنة الحياة يا بيكو انت مدحت تريلر جدا رغم انه ما في شيء جديد كان بتريلر مدحت شكل شاروخان بالقزم وقلت واو ومدحت آه بس يوم شفت الفيلم قلت ما شفت شيء جديد ومن شكل شاروخان بالقزم ما في شيء جديد كله جرافكس اوكي انت عفوا دي دي اي اكس 59 تحوير الكلام نحن ترى شطار فيه احسن منك نحاور الكلام يوم انت تشوف جزئيه بسيطه من الفيلم انت تتكلم عن الجزئيه هذه هم الجزئيه اللي جابوا لك اياها في الدعايه انا عجبتني وقلت حلو جرافكس حلو انا اريد اعرف الفيلم شو راح يقدم لي الحين اهم شيء عند الفيلم شو راح يقدم لي الفيلم ما قدم لي الشيء اللي يعني اللي اريده او هو الشيء المفروض يسويه قصه القزم انا اريد اشوف معاناته المعاناه بالشكل وبالاحساس انت ما جبت لي اياها شاروخان انت بس شغال على الجرافيكس اللي عندك ولا شفت اي معاناه ثانيه قاعد تسوي نفس الحركات اللي سويتها وانت رجال طبيعي هذا هو الكلام اللي انا قاعد اوصل لك اياه فبس ليش وجهك عابس ومضايق لا بالعكس انا قاعد اشرب كريم سودا مستانس يا سلطان زين آه بسم الباسم البلوشي المفروض شاروخ ما ما ياخذ مثل هالافلام هو مثل كبير لازم يعرف نوعيه الفيلم هذا ترى الكلام انا قاعد اقول له شاروخ أنا مو بياهل صغير لازم ينقي افلام ولازم يطور في شركته هذه راتشليز ما يفكرون في الربحيه وبس لان تفكيرهم مادي بحت مادي بحت ومشغلين شاروخان كان ما اعرف شو اقول كان حصان يا يعني يلي الخليج دار لي كل دول الخليج ومن دول الخليج راح دار لي كل القنوات الفضائيه او كل البرامج اللي في اليوتيوب سوا فيها لقاءات عشان يروج لفيلمه شو هالكلام هذا مش محتاج شاروخان بس عشان الموضوع هذا بس لا يا اخي ترى صار بي يلحق مصلحته كيف يعطي اربعه لهابي نيو يير وتاجز لقمان اوكي هذا هو ترى هذا مصلحته احنا احنا ما نتكلم عن ما يخصنا تارن ولا غيره لاف انديا اف اوكي لقمان روبت عطى انتم بعدك تتكلم عن الموضوع هذا دي اي ترى مشكلته مو مشاروخ تارن تقدر تدفع له ويمدح الفيلم اوكي عمار هلا عمار صديقي شو الاخبار طالع من السين ما عطنا رايك لو سمحت عن الفيلم <applause> جابان 1984 اخوي حمد شاروخ مصرح ان القصه ما تهمه متوقع هذا سبب فشله ما لي ما عندي تعليق يعني سيم 21 مرحبتين فطومه هلو هلا بوليد ما هو الفيلم الذي سيرجع شاروخان؟ معقول يرجع بفيلم سيره ذاتيه؟ والله نحن هذا السؤال قاعد ينسال لنا من تقريبا اكثر من اربع خمس سنين وانا اعتبر شاروخان الحين لا تزعلوا من هالكلمه، الحين شاروخان في اصعب مراحل يعني كيف اقول اصعب مراحل الحياه التمثيليه عنده جدا صعبه جدا جدا صعبه، يعني خلاص الحين صار الناس تنزل افلامها مع يوم شاروخان عادي وبعد اربعة ايام بينزل فيلم رنفير عادي، وين ذيك الايام يمكن كان يخوف شاروخان؟ انه واحد ينزل فيلمه مع شاروخان او انه لازم فيلم بسيط ينزل مع شاروخان او انه الفيلم اللي بينزل بعده لازم ياخذ وقت اسبوعين او ثلاثة اسابيع تقريبا، ما في هذا خلاص. الحين عادي انا اعتقد حتى لو في شاروخان بينزل له فيلم الجاي اي اي ممثل بينزل فيلمه مع شاروخان عادي ما عنده مشكله. شاروخان الحين في ما في مشكله. في مشكله كبيره يعني كلمه يما اقول انا انا ما احب اقول انه خلاص انتهى كلمه انتهى ما عندي خلاص هو قدم للسينما وما قصر 30 سنه يعتبر شيء جميل جدا صراحه لكن خلاص خلاص يعني انا ما اريد اقول جيم اوفر بس بقول خلاص يعني اللي قاعد يسويه شارخان خلاص ما اذا بيسوي نفسه ما راح يوصل اللي يريده ما بينجح ابدا ما راح ينجح اذا بيسوي نفس الشيء ما راح ينجح صعبة شنو توقعاتك لإيرادات زيرو؟ ما عندي توقعات كبيرة يمكن في الافتتاحية يمكن يكون ما بين الثلاثين خمسة 35 يمكن يمكن يوصل 30 35 لكن من بعده في التنازل بيكون فما راح يعني حتى رقم تاكسوفندستان اللي هو يعتبر تعبان بالنسبة لهم يمكن ما راح يوصل نفس الرقم هذا اللي هو 140 أو 150 كرور ما أعتقد بغض النظر عن سنوات فشل افلام شاروخان في نظرك من افضل خانات على مدى مسيرته الفنيه في بدايته من امر خان يا كلثومي سامحيني على يعني سامحيني على صراحه انا عارف اني حطيت صوره شاروخان تبيني اقول شاروخان لا امر خان امر خان لأنه, لانه لأنه عنده تقريبا سبع ثمان افلام يعتبرون من ضمن افضل 100 فيلم في بوليوود مع انه هو عنده افلام شويه بس بيكي قجني، دنجل ثري إيديتس تاريزا ميبر رنجيلا شو بعد من الافلام اللي نقدر نذكرها لأمر خان؟ ما حد يذكرني بس يكفي ست افلام يكونوا في خانه ال فيلم في بوليوود افضل فيلم يعني وعدد بسيط مش كثافه عنده. ليفندي صح كلامك اصلا السينما الهنديه وصالات السينما الهنديه ترى مشهوره حتى افلام قديمه تكرر من عندهم وعندهم افلام لا تكرر وعندهم قصص حلوة وممتعة ونشكرك على حسابك الجميل والراقي أشكرك جدا يا لف انديا بيكو الإيرادات الليلية لا تبشر بالخير قالوا إنهم ألغوا الحجوزات احتمالية الفتاح تكون واحد وعشرين كرور والله ما أعرف عن هذا الكلام أول مرة أسمعه بس اللي مثلا يشتري تذكرة ويحجز خلاص بيحذر الفيلم خلفان أكشي كومار تطور بشكل كبير من شاروخان في كل شيء والله أكشي كومار تطور بشكل جدا رائع وأكشي كومار الميزة اللي فيه إنه هو عنده كاريزمة الكوميديا وعنده كاريزمة الاكشن فهذه خلطهم مع بعض وفجاه تحول الى كاريزمة الاجتماعي المصلح الاجتماعي صعب جدا واحد يقدر يتقن هذا الشيء وهو استغل هذا الشيء وسواه على عمره ينفع والله صدقوني حتى لو اكش كومار يمثل لي دور مش عمره بس قاعد يتكلم عن اصلاح اجتماعي الناس راح تشوف هذا الهدف السامي ماله بنسون عمره اكش كومار مشى بشكل صحيح جدا دوشة تضحك هاد الحلاوي هلا مرحبتين صديقي المخرج احمد انا توني طالع من الفيلم هاي عمار تفضل كلثومي في هل في نظرك سيقوم بشارخ جدا بع... بعد عده فشل ام هذه النهايه للاسف والله هي ما اعرف شو اقول هذه يعني التق... شبه نهايه صراحه شبه نهايه والقومه صعبه جدا ومحتاجه الى عمليه قيصريه صراحه محتاجه الى مخرج والله هي محتاجه الى م... منتج بعد مش مخرج ما يكون شاروخان هو المنتج بس اتمنى الفيلم جاي او اي فيلم يسوي ما ينتج شاروخان شركه ريتشليز انا اعتبرها وصمه عار على مسير شاروخان الاخيره ما المسؤول في زيرو فاشل الان ندعم ام شارو ريتشليز وهي ريتشليز تابع لشاروخان انا هذا اللي اشوفه بس عمار نصيحه انا من عشاق شاروخان كما تعلم تفضل يا عمار الصراحة حتى فيلم هابي نيوير كمحتوى فاشل صاير هل ايام سيئة نعم فطوم انا انا ما عجبني هابي نيوير صراحة. انا جدا مصدوم من الفيلم الفيلم مح... محطوط ميزانية ايوه عمار تفضل ديب تضحك خلفان كم ميزانية زيرو زيرو ميزانيتها عالية ترى على فكرة يمكن توصل فوق الثمانين كرو ولا شيء شيء اعتقد ما اتذكر الرقم. الصراحة من بعد 2013 صار محتوى شاروخ لا افلامه سيئة. إيه نعم حرام شغل قوي آه ومؤثرات قويه جديده في الاخر الفيلم صفر طبعا هاي المؤثرات تجيب ان شاء الله ذهب تعطيني هذا الكندرايب من الذهب مصنوع وانا بس اشرب منه واخر شيء برجع حق المحل ما بستفيد منه شيء ما استفيد منه شيء انا اهم شي عندي الشراب اللي داخلي يكون زين طعمه فانت تجيب لي المحتوى يكون جيد خلي ولي الديكوريشن خلي يولي الجرافكس خلي يولي هذا الانتاج الضخم والهاله الاعلاميه والترويجات خلها تولي كلها انا اهم شيء ابغى قصه جميله السينما جميله ببساطتها هذه حطوا تحتها 16000 ألف خط السينما جميلة ببساطتها اوكي الميزانية 200 كرة ما جاد عالي جدا هل كثير قدمت اداء جيد لان بعض النقاد مدحو دورها افضل من ادوارها السابقه بس عمار مع الاسف شديد اهم شيء في صناعه الفيلم السيناريو غير موجود اي نعم هذا الكلام صحيح دي اي يمكن شافوا ان البارت الثاني من الفيلم فكره جديده على بوليوود وغريب عليها ما عمل عامر بي كي الناس تقبلت الفضاء عشان كذا لا 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 لا, لا. لا, لا, لا. تقدر تسوي عن الفضاء، تقدر تسوي عن البحر، تقدر تسوي عن البر، تقدر تسوي عن عالم الخيال، اهم شيء فكرتك تكون تمس القلب. يعني البساطه مو معناتها اني انا ما بجيب انتاج، لا، البساطه الفكره تكون بسيطه ما تعقدها، الفيلم عقدها صراحه، عقدها، عقدها وايد، انا ما اريد احرق احد هذا الفيلم اللي ما شافه يروح يشوفه. عمر دائما اذا كان هناك ورق جيد ومخرج جيد يكون فيلم جيد نعم نعم يا عمار فوفو حسين يا كثر هرجك يا كثر مشاهدتك يا اي في ما اعرف ايش قاعد تشوفني بس فوفو لو سمحت فيلم ساره نجح لحتى الان ما اعتقد افريج او بلو افريج لوف انديا 26 ترى حتى فيلم فان تبع شاروخان ما نجح وما راح ما ربحوا فيه هو اهم فيلم زير نفس الشيء قد قزم بعد مفروض شيء جديد بس راي بس عنده افلام حلوه قديمه تهب الاسطوره نعم يعني افلام قديمه جميله جدا كانت حق شاروخان مروى مروه جويند يعني سلمان خان قص عليه عسب قالوا قال انت مثل مثل الفيلم مثل فيلم خلفان ايش دخل سلمان خان في الموضوع والعمل اللي شاهدنا اليوم ما في سيناريو ولا مخرج لكن في انتاج وهذا لا يصنع فيلم نعم يا عمار هذا اللي قاعد اقول لكم اياه الانتاج مو دائما هو اللي يصنع الفيلم لازم في سيناريو جيد وشغل جيد يعني بالذات الريال راح توطي خلفان بالذات المخرج المنتج قصدي اللي هو سلمان شاروخان مس من روز اس ار كي لشنو محتاج شاروخان لحتى يرجع من جديد احيك انا وكل شاهد بثك من ليبيا اشكر اشكركم واشكر اخواني واخواتي في ليبيا شكر جزيلا لكم وجميل جدا انكم تشاهدون بوليوود وتشوفون افلام انا قلت ان اللي محتاجه وهذا الكلام دائما كنا نقول انه ياخذ ادوار تليق عمره يبتعد شويه عن الرومانسيه خلاص اي نعم هو ملك الرومانسيه خلاص هذا هذه يعني التاج او هذه الملوكيه يسلمها لغيره في ناس وايدين يقدروا يادونها يحاول يسوي شيء ثاني اي نعم نقدر انا اقدر يقدر يسوي رومانسيه في عمره بس ما اريد انا حتى الرومانسيه حتى في عمره ابى اشوف شيء مغاير ومختلف وجديد واداء جديد وقصه جديده وشركه انتاج جديده اتمنى ان ما يخلي ريد ينتجون افلامه ويبتعد عن موضوع اللهث وراء الفلوس والماده، لان هذا لهث مو منه هو من شركته. شركه الانتاج عنده بس تفكر في الماده، وهذا غلط. أوكي okay. شفت شوف شوف مني ينقذ شاروخان تراك ولا شيء جنبه. اشكرك. ان ام روف احمد في رايك استاذي هل يستطيع شاروخ انجاح فيلم رغم النقد او سلمان فقد سي سي سيمتاز بهذه الخاصيه حتى سلمان خان راح يفقد هذه الخاصيه مستقبلا اذا ظل على هذا المنوال شاروخ ما يقدر ينقذ فيلمه دوشا اندهدون وبداهي ومنتو واستري وستري وهتشكي من اجمل افلام هالسنه اوكي انا بالنسبه لي صراحه تنبار واندهدون جميلين وأنتوا بداهيو أيضا سعود معانا إن إم دراي شو رأيك بأداء نوشكا جيد اداها كان أنا قلت حتى في الريفيو مالي يعني شيء جديد في هذا الفيلم هو أداء نوشكا من الآخر هل سيستمر الفيلم أم لا يستمر في شو النجاح ما راح يستمر في النجاح وراح يعرض راح يعرض وراح يوصل لأرقام بس ما راح يوصل الأرقام المطلوبة دوشه سبب رئيسي في تدهور شاروخان شركة شركته وزي ما قلت تفكيرهم مادي للاسف شركة فاشلة خصوصا بالترويج نعم هي مش فاشلة في الترويج هي الترويج شغالين بس هي فاشلة في موضوع الورق واهتمامهم في السيناريو وتدخلاتهم بصراحة تو ماتش يعني لا تزعلون مني هذا هاي شركة شاروخان في نهاية الأمر شاروخان خان لحتى الآن أعيد وأكرر أقول مش طفل صغير شاروخان يقدر يقول لا أنتم اللي قاعد تسوونه غلط وهذا أنتم أنا هاي شركتي هذه أوكي أنت زوجتي على عيني وعلى راسي بس مو بهالدرجة تدخلات اللي قاعد تخربون مسيرتي خلاص يقوم من نومه يقوم من نومه خلاص من لين متى بيكون نايم على هالأشياء هذه؟ سلام كبور يا رب معانا احيك استاذ حمد انا وصديقه عمري روس نتابع كل جديد من ليبيا شكرا لك ثومي شو رايك باداء كات اداها الجديد مقارنه بافلامها السابقه الاخيره فهني شويه عندها شويه شغل عندها شويه شيء جيد يناسب امكانياتها يناسب مكانتها اللي سوتها ما سوت شيء اوفر سوت على حسب امكانياتها وكان جيد قولها شاروخ انتهى، اليابان ماتت. انا ما اريد اقول كلمة انتهى لأن كلمة انتهى تنقال حق واحد توى يا مرة وسنة سنتين وراح، شاروخ خان 30 سنة عنده. كلمة انتهى مو بحلوة على تكريم. تكريم على هالإنجاز اللي سواه 30 سنة مو شيء بسيط. مع هذا التكريم في نصائح يقدر يقدمونها مش غير. أنا كل الناس اللي حواليه. يقولوا له غير، سوي أي شي. شيء الحين، سوي شيء يليق بعمرك ويليق بمكانتك وترجع بشيء جيد كل ممثل ترى يمحس هذا الاحساس مثل دليب كومار فيلم بيراق اللي نزل في سنة كم وسبعين خمسة وسبعين ولا ستة وسبعين تقريبا اي نعم ستة وسبعين تحس بالكوبر وحس ان الجمهور ما قاعد يتقبله على هذا العمر مع انه مثل في ثلاثة ادوار وفيلم نجح على فكرة بس نقاد اللي قالوا لنا لا دليب كومار مو هو دليب كومار اللي احنا متعودين عليه فأخذ استراحة أربع سنين ريح ورجع سنة ثمانين بلوك جديد يناسب عمره بفيلم كرانتي ثمانين ونجح نجاح ساحق يعتبر من أفخم أفلام الثمانينات لازم شاروخان يسوي شيء من هذا القبيل هذا حسب يعني رؤيتي وحسب يعني اللي أشوفه أوكي شا شا شو شاكور شاكور اوكي ان لم يعجبك فيلم فلا يعني انه فشل اوكي على طبعا ان لم يعجبني فيلم فلا يعني انه فشل ويا ما صارت معي كلامك صحيح اوكي اورجكس متى بدا البث بدا البث اعتقد تقريبا من اقل من نص ساعه اعتقد تقريبا هي. تقريبا اقل من نص ساعه نص ساعه انا بكمل معكم ساعة وبروح ان شاء الله ما لحقت لك من بدل. كم تقييمك للفيلم مروه يعني انت ما تتابعين الريفيو مالي موجود في اليوتيوب انا ما انا احس مرات اتعب واحرق اعصابي في اليوتيوب وامنتج وانزل وترجم واسوي سبتايتل واخر شيء ما تشوفونه ما يصير اعطيكم باردة باردة هنا في اللايف موجود انا حاط اللينك حتى لو ما تبين تشوفين او تقرين عند تسمعين الكلام كله روحي امشي روح كذي مسافه 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 على البوز سوري على الفورورد ووصل على النهايه راح تشوفين تقييم مكتوب كم من خمسة لم يفتك الكثير يا أورجكس من شويات أرجون ما فاتك كرثومي هل شاروخان سيقوم من جديد بعد أفلام الفاشلة وهذه بلعشة. نهاية نجمة اللامع للأسف والله أنا يعني ما عندي أي كلام قلت لكم أن شاروخان في صراحة في دوامة النهاية خلاص. أنا أقول عليه في دوامة النهاية فمين اللي بيسحبه مين اللي بينقذه هو نفسه وهو نفسه ما يريد ينقذ نفسه للاسف الحمد لله نفس تفكيري شاروخان يكرر نفسه احس ان الرومانس رومانس رومانس اي والله شكرا دوشك دهرمندر ما قلنا عليه خلاص وشارخ نقول عليه خلاص ما اعرف شو دخل دهرمندر في شاروخان ما اعرف انا يعني انت قلت عني اشياء وانا ساكت لك فاحسن يعني احترم سكوتي عنك يعني احترمتك وانت موجود في مجلسي يعني دكتور علي عفوا ارجوان دقيقه جيت لك ما اوكي وين هي صار موضوع ثاني هنا صار بالتوك صار فروش غلام اوكي ممكن تسيف اللايف اكيد ان شاء الله بسيف اللايف 3 3 7 هبه مرحبا يسعد مساك استاذ حمد الله يسعد مساك بالعكس استاذ حمد احيي فيك صراحتك واشكرك جدا اشكرك يا كرثومي دريم معانا دكتور علي معانا افلام هنديه صايره بايخه لا بالعكس افلام هنديه جيده السنه هذه من افضل السنين اللي مرت على بوليوود من بعد سنه 2012 اكشن الافضل اكشن كومار جيد جدا صراحه مثل رائع بس الافضل شرخ المفروض يختفي على الانظار خلاص ها 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 مو بياهل عشان يختفي عن ريال ريال كبير يعني يقدر يواجه الاعلام عادي ملينا من الافلام كلها مخيب الامال، عامر خان ممتاز وعادي لو خفق بفيلم بعد هالفتره الذهبيه طبيعي انه يخفق لكن سوف يرجع. فالجميل في عامر خان مثل ما تفضلت يا ناهد انه هو اعترف بالغلطه وراح يرجع واللي يعترف بغلطته ترى هو هذه هذا يسمونه القوه، القوه اللي في داخله وقالها. تدري متى يرجع شاورخان؟ اذا رجع يا وهذا مستحيل جابان، لا لا مو شرط. مو شرط انه هو يا هو بس الوحيد يعني. مو شرط. ولا ديتا تشوبر يعني. لانه معناته بيسوي رومانسيه، الحين ما نبغى يسوي رومانسيه، هي الرومانسيه اللي راح تدمره. فاتمنى أن يسوي شيء جديد. آه محتاج شاروخان مخرج سنجو، مخرج سنجو ما هو قالها في حوارات آه شاروخان أن في فيلم ثري ايديس يوم انا طلعت آه او اني ما وافقت على الفيلم او قبله ما وافق منه هاي اصلا، وايضا حتى ثريد طلعت منه قال انا اعتبر نفسي الايديت نمبر فور الابله الرابع للاسف يعني فوين احنا راش كومار هيراني بعد غاسل ايده تلقاه الا اذا حصل نص يعني نص جيد يستحق شاروخان ذيك الساعه صراحه هذا شيء جميل بيكون بس شرط ما تنتجه شركه ريتش اللي زين ريتش اللي يقولون شاروخان انت خلاص حقنا اي فيلم انت تعال انت شركتك هذه عشان تستفيد منها لا يطلع من هاي عشرة سنة يرجع أنا ما أريد هذه الصفة تتلازم مع شاروخان أن شاروخان صار ملياردير بليونير وما عنده فلوس ما يهمه هذا الموضوع ما يهمه نجوميته ما يهمه تمثيله ما يهمه أفلامه أنا بمثل بس أجيب فلوس الله مع السلامة وعندي فلوس وعندي وإذا ما تبوني خلاص أنا برجع لجزيرتي وها أنا أتمنى هذا الشيء ما يكون موجود على شاروخان اوكي يمدحون ديبيكا في فيلم وش سوت اي ديبيكا ميتين كرور اوكي بيكو هل لو عاد شاروخان تعامل تعامله مع المخرجين القدامى زي سنجيلي بنسالي وشتوش ولا تعامل مع, ولا تعاول مع راج كومار هيراني حيرجع بقوة في نظرك هذا مركب النجاة اتمنى اتمنى بس انا قلت لكم لازم ما يكون فيلم رومانسي وما يكون مع شركة ريتشيليز زيرو ميتين 200... ميتين وعليها ما فهمت نهيت شو الكلام هذا ما فهمته ميتين وعليها ما فهمت لا اخي اكيد لحق على اند لان ريتش الليز ما بتدخل بشيء يعني لو بتدخل كانوا مخرجين قالوا ما تركوا المسؤوليه عليهم لقمان انا اقول لك هذا الكلام وانا تقريبا اشك ما قاعد ايقن عليه 100% بس شكي واضح ومفهوم امتياز علي عطني فيلم في تاريخه كان ينقال له فيلم سيء حتى لو ما نجح في البوكس اوفيس أعطني فيلم واحد في التاريخ اذا حصلت راح اوقف شراب كندراي الوحيد الفيلم هو جاب هاري ميت سجل كيف وحيل اند الراي كيف اللي سوى ثلاثة افلام وكل فيلم احلى من الثاني وهذه لعبته آند الراي المدينه الجميله والمدينه الهنديه ببساطتها كيف يجيبها بطريقه كوميديه كل هالامور هذا يعرفها ويسويها شو اللي يخرب الموضوع هذا؟ اكيد في ناس مستشارين ترى موجودين مع شاروخان لا لا اصلا متطلباته لازم يكون بهذه الطريقه ان نحن تعود الجمهور يشوفونه يكون بطل، ما يكون تعبان، ما يكون آه ما يكون آه يعني عكس اللي نحن متوقعين عليه او الجمهور متوقع عليه هالامور، فيلم جاب هاري ميت سجل يمكن كان امتياز لي اعتقد اعتقد رؤيته كانت انه عن شخص بائس عايش في اوروبا وحصل انسانه لكن الانسانه هذه انجذب لها لكن في نفس الوقت هو عنده حياته الشخصيه حياته الشخصيه ما جابوها وايد في الفيلم ما جابوها اصلا في الفيلم احس حتى راجو هيراني لو عمل فيلم مع شاروخان حيفش مش عارف ليش يمكن لأنه شركت لأنه قلت شركت السبب انا ما يعني راجو هيراني مستحيل الحين حتى اذا سوى مع شاروخان يقول يقول ريتشيليز لا والله ما يغسل يعني هو بروحه ما شاء الله عليه منتج وشغال مع فيديو نوت شوبرا. الميزانيه 250 كرو قاعد تزيد الميزانيه شو السالفه؟ لا 200 كرو مش 250 كرو اللقبان. اسفه بس ما اعرف شو رايك باداء يعني انوشكا. انوشكا دورها جيد في هذا الفيلم الجديد، دور القزم لو مستقلين بعمل انساني وكيف تعامل مع الناس وكيف يستقل الى حوله ويسوي الميكس بين الدراما والكوميديا والرومانس بشكل بسيط ويوصل للقلب راح يكون فيلم قوي خاصه انه شيء جديد على بوليوود دي يعني طبعا مو شيء جديد على بوليوود عشان اصلح لك المعلومه هذا الشيء صار مع فيلم كمل حسن ابو راجة في سنه 88 اعتقد مثل هو دور القزم وكان يمشي على ركبته وهني كان في احساس القزم اللي ما ينحب القزم اللي يعني ينترك هني في هذا الفيلم لا هني القزم ينحب وليش انه قالوا حصلوا له بديل حصلوا له انوشكا ان هي تكون نفس الموازنه هاي هذه في عندها مرض وهو عنده انه قزم. لازم لازم نعمل كذا عشان شاروخ خان، مو بحلو يا اخي نشوف انه ينترك. انت اعطوني شاروخ خان في اكثر افلام الرومانسيه القديمه اللي في التسعينات دائما الحبيبه اللي يحبها يكون عندها بوي فرند، صح ولا لا؟ البوي فرند هذا اخر شيء ينغلب على امره وشاروخان يغلبه وياخذ الحبيبه هذه سواء كانت حتى مش وي حتى زوجه اللي صار في فيلم كابي دناك هنا خذ زوجه من زوجها اللي هي بشكل بتشن من خذ راني مكرجي طبعا هذا الفيلم ايضا فيه هذا الشيء ترى موجود فهو هذا الشيء التكرار مو بحلو ترى مو بحلو دائما يكرر هذا الشيء التكرار يخرب على سمعه شاروخان يخرب على اي ممثل اي ممثل لو كره حتى لو مثل جديد وشاب صغير صار له ثلاث سنين اربع سنين قاعد يسوي نفس الافلام راح الجمهور يميل منه وراح الجمهور يقول له خلاص يا اخي ما اقدر اشوف شيء جديد منك <applause> دريم 20 شاروخ لو يروح الافلام دراما احسن نعم ارجوان ليش بعض التعليقات ما تطلع لي بشوفك ترد على اسئله بس ما بس مو طالعت لي غريبه مش عارف يمكن في ناس مسوي لك بلوك يعني ولا حاجه سلطان ستوري استاذ حمد الله يعطيك العافيه مقدم لنا محتوى ومتعب بتحليلك اشكرك يا اخوي ونحاول بقدر المستطاع ان نمتعكم ان ام دروي برايك انوشكا اخطات باختيار الدور لا ما اخطات دور جيد وعملته بامانه وانتهى موضوعها شادو صايرة سيئة الأفلام بين الأفلام الخفيفة الحلوة ما منها هدف من مرة وحدة تنشاف لكن الحين صار يركزوا بطريقة غبية مو كل فلان انت شاروخان فيلمه وآمر خان قبل رسب وسلمان خان مو يعني نهاية العالم في افلام حلوه جميله هذه السنه هيك يضحك هيك كومار ما اعرف شو يحتاج يختفي وما نشوفه يهدي اللعب شويه ام مز... زد ان بلوش يقول هالكلام بيكو لو سمحت يا استاذ حمد ممكن تثبت كلامي اللي قاله الف... اللي قاله الف... الف... الفريتش هتشكوتش كوتش اوكي اذا اردت صناعه فيلم عظيم فعليك بثلاث اشياء سيناريو ثم سيناريو ثم سيناريو نعم نعم دريب كومار اللي هو يعتبر من عظماء بوليوود قال there is there is nobody above the script ما في حد فوق السيناريو ما في حد نجم نجم النجوم بلوك باستر نجم آآ آآ نجم العظيم ايا كان ما حد فوق السيناريو وهذا شيء تثبت الافلام اللي تفشل الافلام الكبيره رأيك إذا شاروخان اتبع نمو... انه آ... شو افلام شيكومار نمط افلام شيكومار من ناحية القصة تما ينجح ويرجع إلى المسار الصحيح ما يرجع على... آ... ما يسويها على طول نفس الشيء حبة حبة يسويها بطريقة آ... يعني تناسب شخصية شاروخان تناسب طريقة أداءه فممكن يسويها ليش لا آ... أداء نوشكا كيف جيد يا أنعم يعني. هذا السؤال كم مرة انسأل لي تي في شات صراحة أخوي حمد القسم الأول كان ممتاز وكلنا استمتعنا فيه مثل ما قلت والقسم الثاني تحديدا من سالفة ناسا والفيلم طاح طيعة قوية وهذا كله بسبب النص والمخرج أم أداء الممثلين لشخصياتهم كان ممتاز أبدعوا أوكي أبدعوا بس النص أي نعم هو اللي يخربط والإخراج هو اللي يخربط بس أنا أشك في موضوع التدخلات لين يومك هذا الشك ولا تنسون أن شاروخان عنده 30 سنة تمثيل 30 سنة عنده خبرة فأكيد هو نحن نعرف الممثلين يمثلون ممثلين كبار طبعا يشوفون في الاوتوكيو او يشوفون في الفيديو مال الشاشه يشوفون شغلهم شو اللي قاعد يصير لا لا هذا يبالغ قص يا اخوي انا منتج الفيلم وانا ممثل لا هذا ما ما يحتاج نغير نعدل نسوي فيلم سنجو راجو هيراني اعطاه موعد النزول قبل س... يعني في سنة 2017 كان بينزل الفيلم. اخراه ست شهور ليش؟ لأنه عاد تصوير مشاهد مهمة في هذا الفيلم اللي هي كانت م... يعني محتاجة تغذي الفيلم وتغير من شكل الفيلم لأنه هو شاف الفيلم كامل انتهى الفيلم خلاص شافوا الفيلم ما ارتاح. واستغربوا الناس قالوا ما ارتحت ما هذه أمانة. هني شركه رتش اللي زوى شاروخان يعني شاروخان مثل ثلاثين سنه يوم يشوف هذا الشيء لازم يعني ياخذ اراء الناس اذا هو ما قادر يعني يستوعب ياخذ اراء الناس اللي تفهم اكثر وانا متاكد راح يقولوا له يا اخي لا بس كررت نفسك فعيد او غير ما فيها شيء عندك فلوس ما شاء الله يمدح المشهد اللي طلعت فيها ديبيكا وش سوت وش قالت لا هذا اللي يحبون دي يمدحون بيمدحون واللي يحبون اليا بيمدحون واللي يترحمون على سردي بيمدحون اللي يحبون جوي هذا الكلام انا ما يمشي معي لو سمحتم يعني هل يمدح لي هذا هذا الكلام شو يعني مشهد ابو دقيقه اللي ما في اي شيء ما في اي شيء شو مدح فيه آه روس متى تتمنى يخرج فيلم شاروخان القادم عادي آه السنه لي آه الجايه ليش لا عادي آه بس ان شاء الله يكون فيلم جيد كلثومي هل ترى خليفة شاروخان في موجود بهم بوليو؟ ما في خليفة حد. كل واحد له مسمى خاص فيه. أي نعم نحن نقول مرات أن رمبير خليفة عامر خان أو نقول مثلا فارون خليفة سلمان خان ولا نقول رمبير خليفة شاروخان خان و... يعني بس ما في خلي حد خليفة حد كل واحد له اسمه الخاص. يعني اخطات بالدور لا ما اخطات بالدور ام ار هو تيكو ان ام دراي مرحبا مرحبتين نفس طيب اخي اعتبر فعلا عم يدخلوا في سياره وعم يغيروا ليش المخرج ما يعارض او يفشل في موضوع في فلوس موضوع في شاروخان وفي اول مره اخرج فيلم شاروخان واهتمامه لشاروخان إمتياز عليه مسكين كان فقير ذيك الايام ومحتاج نجم كبير يمثل معاه وكان شاروخان سوبر ستار فهو ما بيده حيله فهذه الامور يعني كلها يعني نقدر نقولها بهالطريقه اللي هي عباره عن كلام اراء واراء فنيه. ان شاء الله سلمان خاني بيفرحك حمد في العيد ننتظر بهارات ان شاء الله. هل اخطات انا اشكى طبعا هذا اللي قال لي ان شاء الله ام اي 11 ان ام هل اخطات انا اشكى باختيار كم مره هالسؤال يا ان ام شادو يمدحوا المشهد اللي طلعت فيه او ماي جاد هل رجعت مره ثانيه للاسئله ولا شو سام شرخان قال اذا زيرو فشل راح ابتعد عن فتره التمثيل ديل تقول هالكلام ما سمعت هالخبر اول مره سمعت في إيه تشات لا سويت حرام عليك ظلمتها معنا مو فان لاي فنان بس شخصيه بابيتا كوماري كانت ملح الفيلم كل مشاهده كانت تشدك بأداها لسه ما شفت اذا ما شفت كاترينا انا ما انا شفت الشخصيه اللي لابستها صح حرام عليك اخوي ما قلت انا ان هي هي دورها لايق عليها فهي زين انها سوت هذا الشيء وشيء جميل ان ادت دور لاول مره مش لاول لان يعني بعد فتره طويله تمثل يعني العاده اللي قاعد نشوفها رقص واستعراض فقط. يا استاذ حامد يا ريت اسمع رايك عن في, في فيلم شاروخان الجميل ماي نيمز is خان باختصار ما دام انت قلت الجميل وهذا فاكيد انت عاجبك انا فيلم انا اعتبره جيد يعني مش ما اعرف يعني في مبالغات في الفيلم بس ولا هو دوره حلو صراحه شاروخان في الفيلم خساره الفيلم يفشل في اداء قوي زي المشكو كاترينا روف ليش شاروخان بعد في ترى بيكو كي جي اف ماخذ ما اراء متوسطه الى جيده والله ما شفته انا الفيلم ما نزل عندنا شادو يمكن هو عاجبه مو حاس بالفشل لان الفيلم يمكن ما يعجب النقاد لكن تدري الجمهور كثير افلام ما تنعجب النقاد, تعجب النقاد والعكس نعم كلامك صحيح يا شادو لكن هذا الفيلم ما راح يعجب النقاد ولا راح يعجب الجمهور بايخ الفيلم والله روبي ها هذا الجمهور ولا هذا هذا ناقد اللي قال هالكلام يا شادو دي اي شاروخ خان وسلمان كلهم تكرار تكرار عملوا كارثه فرق عند عامر نقول عنا غلطه شاطر بالسلمان وشاروخ شو الجديد اكشن ورومانس لازم يغيرون محتواهم نعم اتفق معك دي اي انصدمت روبي ايسا كيسا ام ار ما لهم نيم شاروخ خان اذا بيرجع لازم يسوي دون ثري كيو 8 ميموريز يقول هالكلام ممكن بس بعد تكرار يعني شو الجديد؟ دون اوكي okay. شو الجديد؟ نفس الاكشن اللي شفناه دون 2 ودون 1 شاروخ خان لازم يسوي فيلم يمشي مع الزمن هذا، الزمن هذا مطلوب انه يسوون في بوليوود افلام فيها محتوى جيد وفيها قصه اجتماعيه انسانيه وات تكون جيده تمشي مع المحتوى المحتوى ضروري ما نبى اكشن لارج ما نبى رومانس لارج يعني لارج يعني آه كبير جدا وعالي المستوى هالأمور الامور كلها خلاص فات عليه الزمن الجزء الثاني ممل جدا وصراحه حسيت ما قدرت اربط المشاهد ببعض روبي تقول هالكلام نعم برشلوني شفت فيلم سيء كانك تشاهد افلام شاروخان قديمه نص ثاني خريطه اشياء ما لها داعي نعم رايك في دور كاترينا او ماي oh جاد علا حاطه صوره زيرو كاترينا دورها لايق عليها في هذا الفيلم وزين انها هي مثلت بعد فتره طويله عاده ما نشوف لها تمثيل يعني نشوف لها رقص بس برايك انا شو اخطاء بخت بخطأ... آه. تو ماتش صراحه نفس السؤال اللي قاعد يتكرر يحيى آه غازي يجب على شاروخ ان يذهب على خطأك شيخ مو بيجب كل واحد على حسب مستواه يعني هو مستوى شاروخان عنده طريقه تمثيل يمشي على نوع معين من الافلام اللي تليق لازم هذه يدورون عليها هذه لازم واحد شاطر يدور ويطلعها ومثل ما قلت لكم ما نريد ريتش اللي تدخل ريتش الليز هي صراحه وصمه ما اريد اقول وصمه عار بس اقول هي الفال السيء اللي على شعره شفنا شيء ثلاثه افلام بالسنه وكل واحد احلى من الثاني روبي اوكي فما عذر الا اختيار نص سيء وغرور والله غرور انا ما اقدر اتدخل في هالموضوع هذا كل واحد حالة حالة بشر وفطرة في انا ما اقدر ادخلها بس نعم اختيار شاروخان سيء وشاروخان عنده 30 سنة في السينما فلازم يختار شيء جيد. الافتتاحي للأسف قالوا 2022 كرور ضعيف جدا، اليوم بنعرف باكر إن شاء الله يا ثلثوم مش الحين. المخرج اللي نفسك تشوفه يشتغل مع عمر خان من هو؟ اللي يشتغل بيكوي شو هالسؤال المخرج اللي نفسك تشوفه يشتغل مع عمر خان من هو؟ نوراك كشم اتمنى صراحة او وشال بهردواج بعد اتمنى زين لماذا شاروخ عمل مع وامتياز وطلعوا افلام سيئة؟ هذا هو السؤال هذا سؤالي للكل اللي بيجاوب يجاوبني انا جوابي انه في تدخلات في شغلهم هذا اللي يشتغلون شغل العدل صراحة حتى لو فيلمهم طلع فاشل في البوكس اوفيس ما ينقال عليه سيء لقمان أنا أوافق أخي بوافق بقصص أفلامه ليست قوية لكن موهبته لا غبار عليها وبحسك بتخفف كثير بموهبته وأنا بحس هو أكبر موهبة في الهند بيقدر يقدم دور أنا ما تكلمت عن موهبته موهبته جيدة جدا ورائعة ويقدر يمثل بطلاقة وكل شيء بس التكرار أي انس... أنت الحين البغبغاء عندك في البيت تقول كل سلام عليكم بسم الله سلام عليكم بسم الله زين وبعدين؟ أبى أسمع كلام ثاني أنا اوكي انت شاطره تقولها بطريقه حلوه صراحه الببغاء جميله جدا بس انا قاعد اسمع شهرين نفس الكلام ابى اسمع شيء جديد ابى اسمع اسمي ابى اسمع اسم عيالي ابى اسمع سوالف ثانيه فشاروخان اللي قاعد يسوي نفس الشيء نفس الشيء سواء كان قزم سواء كان طفل سواء كان ابو 20 سنه سواء كان مجرم سواء كان معرف عاطفي او ما كان عاطفي او كان قاعد يسوي نفس الشيء شو الجديد قدم لي شيء جديد هذا الكلام انا قصدي في الخمس سنوات الاخيره او ست سنوات الاخيره ما اتكلم عن 25 سنه قبل ولا 24 سنه قبل كان في اشياء خلاص هذه جمعت وصارت خلاص عودنا عليها وين الحين الجديد؟ نبغى نشوف شيء جديد انطلاقه يعني مثل امر خان فجاه شفته متيني مثل دور ابو البنات وبائس يوم يكبر وعصبي في نفس الوقت هذا دور جديد طريقه جديده في تمثيل اداء جديد مو نفس اداءه اللي شفناه في فيلم دل ولا شفناه في فيلم يسمونه ديوان الملسنة هذا القصد انا في كلامي اوكي منو تتوقع راح ياخذ مكان شاروخان في المستقبل؟ كل واحد بيح... بيكون له مكانته الخاصه ما حيقدر ياخذ مكان حد شاروخان هذا مكانه 30 سنه هو عاش فيه 30 سنه هاي مكانته الخاصه بصمته موجوده راح تظل مدى الحياه فما في شيء حد ياخذ مكانه اماكن تجي جديدة للناس الثانيين أحس ما يمديك تحكم على فيلم من ناحية الأرباح لأن كثير أفلام تنجح ما في قصة لكن تجمع وتدخل في البوكس أوفيس أولهم باجي رومس ثاني فيلم سامج لكن حقق أرباح شادو هو مو سامج لهالدرجة بالعكس يعني هذا يمكن في رأيك بس جاب أرباح لأن فيلم كان جيد يستحق الأرباح برأيك هل هذه فرصة كبيرة لك شيكومار لجوز الخانات كي كومار 28 سكندز والله ما في شيء يعني بعيد عنك شكومار آه، انا ابكي على السطوح ومحمد القفاص الكبير 17 ثانيه وعشو اقول لك ابكي على السطوح ابكي على النجوميه ابكي على الذكاء ابكي على الخبره ابكي على المفروض ابكي الهدوء ابكي على كل شيء يتمتع فيه سوبر ستار متذبذب هالكلمة ما عندي غيرها كان المفروض قبل خمس سنوات ينقذ نفسه صح كلامك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم سامحوني